لقب، ولكن في نفس اللحظة كنت انت كنادي زمالك بتحتفل ولاعيبتك بتحتفل وسط مدرجات خاوية. عارف ليه يا استاذ صبحي عبد السلام؟ لان جمهور الزمالك ما كانش عنده في اللحظة دي الوفاء اللي انت قلت عليه، ما كانش عنده ثقة في فريقه رغم ان الفارق نقطتين وهو في سياق تاريخي ان هو بيكسب بطولات وعنده فريق قوي جدا. الفريق ده كان فيه اسماء تخض، وبص هي دي لحظة. وجاي جاي من بعيد، ده كمان كان الفيديو بيتعرض اهو، ده جاي من ده بعيد، مقارنة جاي من بعيد. كان انا فاكر كويس قوي، الاهلي كان متقدم ب8 نقاط وجا مباراه تم الايقاف الدوري عشان افريقيا، شايف اللعيبه بتفرح مع مدرجات خاويه سامعين صوت بقى. ده اقول لك بقى مفارقه طريفه جدا في المباراه دي، كانوا بيسمعوا مباراه الاهلي وانبي على الراديو كلهم متجمعين، محمد عبد المنصف. انت متخيل الاستاد فاضي لدرجه ان احنا بنسمع على الراديو سامعين الصوت بالزبط. انت احتفلت بلقب تاريخي ليك وسط المدرجات اللي انت شايفها دي، المدرجات الخاوية دي. اذا يا استاذ صبحي لا تحدثنا عن فكرة الجمهور الاكثر وفاء. وبرضو زي ما بنؤكد احنا لا نتناول نادي الزمالك ولا نسعى لتناول نادي الزمالك، ولكن انت بتيجي تقحم النادي الاهلي في سياق وتعتقد ان اعلام النادي الاهلي هيسكت. وبقول لكل المنتمين للنادي الاهلي يا جماعة ما تستقلوش بالكلام اللي زي ده، في جمهور ما عصرش وفي لقطات ممكن زي ما احنا بنرجع لفيديوهات تاريخيه كده يرجع اليها ان ده كان سياق حقيقي. احنا دورنا هنا ان احنا نكشف ان ده كان باطل. الوفاء اللي كان يتحدث عنه اللي اكثر من وفاء باقي جمهور الارض فقط كان في مخيلته هو بس. انا عايز اقول نقطه ثانيه يا فارس، هي فكره ايهما اصعب، تكون بطل وتفقد بطولات ولا فكرة ان انت بتكون بطل سنة او سنتين كل 10 سنوات؟ انا وجهة نظر انا البطل هو اللي بيفقد بطولة واحدة من 10 بطولات اثرها النفسي السلبي عليه اقوى بكتير جدا من جماهير نادي بتاخد بطولة سنة او سنتين كل 10 سنوات. التعود النفسي. فبالتالي فكرة جماهير النادي الاهلي انها تتحمل غياب بطولة مثلا زي بطولة افريقيا 5 سنوات شايفاه امر كبير جدا. احنا 2014 كنا ابطال كونفدرالية، 2013 ابطال دوري ابطال، فالموضوع بالنسبه لنا حاجه صعبه جدا. انديه اخرى بتقعد بال 20 سنه وبتنسى مين اصلا اخر كابتن شال اللقب من خلاص الموضوع انتهى، ومع ذلك الامر بالنسبه لهم عادي. عشان كده قلت بعض الجماهير اللي هي في وسط الجدول ولاعيبه حتى اللي هي الانديه اللي في وسط الجدول مبدا الخساره او التعادل عندها ممكن يكون النهارده طالع بنقطه فايز، لكن عندنا في النادي الاهلي فكره التعادل هو بالظبط زي الخساره وده بنربي النشأة عليه. فالامر عند جماهير النادي الاهلي اصعب بكتير. فتخيل في 2010 انت بتخسر كاس مصر امام حرس الحدود وانت كنت بطل افريقيا ل3 سنوات وواصل نهائي 4 مرات وبركلات الترجيح، طبعا كابتن محمد فضل اهدر ركله ترجيح، وجماهير النادي الاهلي كلها بتسقف لاعبتها وبتندى عليها. وما اشبه الليله بالبارحه، عندنا ماتش صن داونز بتتغلب اكبر او اقصى هزيمه تلقاها الاهلي في التاريخ افريقيا، وفي مباراه العوده كل الجماهير رغم انك فزت 1-0 كل الجماهير بتندى على لعيبه النادي الاهلي. اكيد في بعض التصرفات الصبيانيه اللي بتخرج من البعض تجاه الاخفاقات ودي موجوده في كل حته في العالم، لكن انا ما ينفعش اخد الشاذ من القاعده واعمله هو القاعده، لكن القاعده ان جماهير النادي الاهلي دايما منتميه للنادي الاهلي، دايما واقفه ورا فريقها. وقلنا امثله بالستينات و2010 وامثله كتير جدا، دايما جماهير النادي الاهلي هي المحرك الرئيسي ورقم واحد زي ما قال علي معلول في تصريحه. والحقيقه اللي مستفيد من غياب الجماهير في الدوري المحلي هو مش النادي الاهلي، النادي الاهلي اكثر المتضررين بغياب الجماهير في الدوري المحلي، ذلك النادي الاهلي اكثر الساعيين لمحاوله ايجاد نظام يسمح بوجود الجماهير في الدوري المحلي. لكن نقطه كمان كنا حابين نسمعها بقى من على لسان لاعبي نادي الزمالك في الاخفاق، جماهير الزمالك بتروح فين؟ تعالوا نسمع علي جبر. المباراه ده بيوريك ان الزمالك بقى فريق قوي، فريق محترم، فريق تعمل له فرق. وطول عمر اللقاء ده بطوله لوحده. لا بس عمر لا بس ما كانش كده. انا عندي الفيس كل اليوم ده كله اهلاويه، حتى الزمالك كان عنده اهلاويه. اه والله. فكان يوم كان يوم صعب. اه في عدد كبير من جمهور الزمالك ما كانش ظاهر، كان شيء يقدر يقول انا زملكاوي السنه دي عامه يعني قبل ما ناخد بطوله قبل ما ناخد بطوله يعني خلاص الناس اللي هي ايه الزملكاويه مكسوفه ان هي تقول زملكاويه. لكن النهارده انت ما شفتش النادي؟ لا لا ما شاء الله شفت الصور حاجه ما شاء الله يعني رهيبه. اه ما شاء الله دلوقتي بيقولوا شيكابالا جاي لكم السنه الجايه ومحمد ابراهيم وكهربا هتبقى اضافه قويه جدا للنادي. طب ناخد محمد ابراهيم طالما ده
علي جبر ما كانش شايف غير اهلاويه وبيقول جماهير الزمالك واضح ان هم بيتكسفوا تقريبا ده وقت غياب البطولات. اعتقد تصريح هيتفق عليه لاعبين كتير ويمكن حتى اي حد معدي على نادي الزمالك هيعرف الموضوع ده. انا بالنسبه لي والله فارس موقف شخصي زميل ليا 7 سنين في العمل كنت مفكر انه اهلاوي اكتشفت لما الدوري 2014 2015 هو زملكاوي. الاهلاوي يعرف بسماته يا احمد ولا يمكن ان يختلط عليك ابدا ولكن التصريحات زي ما جبنا تصريحات رؤساء نادي الزمالك برضو مش لاعب واحد احنا بنؤكد ان هي مش حالات فرديه. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي اللي كان ليه تصريح يعتقد ان هو لذيذ بس كان قاسي جدا. نشوف التصريح. انا مصراوي الاصل وبعشق جمهور الزمالك بصراحه يعني انا الزملكاويه بقابلهم كتير في الشارع وما كانوش موجودين من سنه ونص كانوا يمكن مكسوفين او متضايقين عشان احنا نادي الزمالك ما بياخدش بطولات بس بعد ما فعلا اخذنا البطولتين قابلت زملكاويه يمين شمال كل ما ابص الاقي زملكاوي ومبروك واحنا بنحبك وانا بحب جمهور الزمالك جدا وبحترمه جدا زي ما هو بيحترمني وبيقدرني. باعترافاتهم ومش اول تصريح كان كل الجميع شايف وفاء جمهور النادي الزمالك بالشكل ده. مش ده بس احنا التصريح. عندنا بقى مش اللاعبين والرؤساء ده احنا عندنا اعلامي ترند طبعا محبوب من جماهير الاهلي والزمالك ولكن هو الحقيقه دايما بيحلم ودايما ما بيحققش احلامه.